تفضل. طيب اسعد الله مساءكم بالخير، يعني المستمعين والمشاهدين، احنا نشارك في هذا المساء بانطلاقه مشروع بنك العطاء من اجل المجتمع، من اجل المجتمع السليم. نعم، بشعور كل انسان منا بالانتماء الى هذا المجتمع وبعطائه بكل ما يملك من مكونات، فلذلك شاركنا هذا المساء حتى نكون من الجمع الذين يعني من الله سبحانه وتعالى عليهم بالاستمرار في خدمة الأهل الصغير والكبير الشيخ والهرم، وهنالك العديد العديد من الأفكار على بنك العطاء وهذا المشروع بنا يلتئم فيه الجميع وتحت راية واحدة، حتى من أجل هذه المشاريع وكثرها يعم العطاء ويعم أيضا العمل الخير في المجتمع. أناشد جميع الطلاب الثانويين وغيرهم والأهل بالحذو نحو العطاء المجتمعي والمبادرات الخيرة في هذه المجالات. نشكر الجميع وبارك الله فيكم.